طيب احنا دلوقتي النهارده عايزين نعمل ايه؟ اول حاجه عايز اعملها ان انا عايز اشرح بسرعه اللي هو برنامج الايتاب. طيب برنامج الايتاب عشان نشرحه قصته سهله جدا. البرنامج دوت له وظيفه مهمه ان هو بيساعدنا على حساب الفولت دروب وحساب الشورت سيركت، ولكن هو برنامج اكاديمي شويتين او بمعنى اخر بيسال اسئله تفصيليه جدا. تمام، الأسئلة دي ممكن ما يكونش أنا عندي ليها أجوبة في الوقت الحالي. طيب تعال نبص، إحنا المفروض أي برنامج سوفت وير نشتغل عليه بيعمل حسابات هذا الموضوع، سواء كان إيتاب أو سواء كان إيكوديال أو سواء كان دوكوين بتاع إي بي بي. كل البرامج ديت بتمشي فيها بنفس الطريقة وبنفس الخطوات. أول خطوة حضرتك هتروح على البرنامج ترسم السنجل لاين دياجرام بتاعك. تاني خطوة تبدأ إنك أنت تدي الداتا رايت داون، قول داتا فور اول ايكوبمنت، يعني هنمر على معدة معدة من اللي احنا حطيناها، سواء المعدة دي كانت كابل، كانت لوحة، كانت محول، كانت باص بار. هنمر على واحدة واحدة فيهم وندي الداتا اللي عايزها البرنامج. بعد كده هو آخر حاجة نعمل الكالكوليشن بتاعتنا، ثم سوف نحصل على الريزلتس اللي احنا عايزينها. ده كده العمليه باختصار. يبقى احنا قدامنا السنجل لاين دياجرام بتاعنا رسمناه خلاص، تمام، وتوصلنا هنا بقى في الايتاب الى حسبه الكابل بتاعنا مساحته قد ايه، والقاطع بتاعنا مساحته قد ايه. احنا كل اللي عايزينه من الايتاب ان هو يحسب لنا الشورت سيركت هنا بكام وخلاص. طيب هنعمل ايه؟ كل اللي هنعمله هنيجي كده اهوت، نقوم فاتحين برنامج الايتاب اهو. البرنامج عندكم في الماتيريال موجود، تسطيبه سهل جدا، والكراك بتاعه كمان موجود. كل اللي هنعمله البرنامج لما يفتح كده اهوت، هنيجي هنا كده ندوس على نيو ونكتب اسم المشروع بتاعنا. يعني مثلا مشروعنا مثلا هنسميه التكنولوجي مثلا بيلدينج، ونقول له كده اهوت اوكي، ونقول له هنا كده اهوت اوكي. في نقطة مهمة، يمكن النقطة دي مش هتحس بيها قوي لكن أنا هقول لك عليها برضو. لما نفتح البرنامج هنا اهوت ونعمل كده اهوت نيو بيلدينج اهوت، هتلاقي هنا بس في انجلش وفي متريك. انجلش دوت اللي هو الانش والفيت والكلام ده. طب احنا ما بنشتغلش بالنظام الانجلش، احنا بنشتغل بالنظام المتري اللي هو كل حاجة تكون بالمتر. طيب هنعمل تاني هو التكنولوجي بيلدينج. بعد كده هو هقول له اوكي. طبعا في بروجكت اتسمى عنده خلاص بالاسم دوت، فهقول له ماشي ده مكان ده، وهقول له هنا كده هو اوكي. طيب اول حاجه عشان نرسم السنجل لاين دايجرام بتاعنا، الرسم هنا مش صعب خالص في اي برنامج من هذه البرامج الثلاثه. اي برنامج من غير الرسم هو بيساعدك، بيدي لك ادوات جاهزه ترسم على طول. يعني هو هنا مدي لك شوية أيقونات جاهزة، يا دوبك جاست هتدوس عليها ترسمها، ده سواء في البرنامج ده أو في ده أو في ده. الإيتاب أوسع وأشمل من الإيكوديال والدوكويد في حتة إن هو بيدرس جميع الأنظمة. يعني هو هنا كده هو في الجزء ده مدي لك كل الأيقونات اللي بتدرس بيها الأنظمة الإي سي اللي هو التيار المتردد، وهنا كده هو مدي لك كل الأنظمة اللي تدرس بيها التيار الدي سي اللي هو التيار الثابت، وهنا كده هوت مدي لك الحاجات بتاعه البروتكشن، لان هو البرنامج دوت عنده قدره ان هو يدرس بروتكشن ويقول لك ازاي تعمل كوردينيشن بين الباصات بينها وبين بعضيها، وطبعا تمشي السكوب بتاعنا في الديستريبيوشن. طيب هبدا اركز على الجزء بتاع الاي سي بحكم ان انا مشروعي هو اي سي بروجكت مش دي سي بروجكت. هبتدي ان انا ارسم اول حاجه من الشبكه الكهربائيه، يعني من اول لما المحول بياخد كهربته، هو بياخد كهربته من ار ان يو، يعني من الاخر بياخدها من شبكه الكهرباء، ده اللي انا عايزه. فانا قام جاي هنا كده اهوت حط شبكه الكهرباء هي بتاعتي، وبعدين احط كده اهوت زي باص بار، وهسحب من شبكه الكهرباء على الباص ده. الباص ده اللي هو يعني بيمثل كاني اخدته من الار ام يو. بعد كده اهوت هخش على المحول، ادي رمز المحول اهو، بس جاست بدوس كليك واجي هنا اقوم داس كليكه ثانيه واسحب من الباص دوت على المحول. بعد كده اهوت هخرج من المحول
على باص تاني اللي هو اللوحه الام دي بي بمجموعه من الكابلات. ادي كيبل زيت، واقوم حاطط الكابل ده هنا وكده اهو، واقوم جاي ساحب الكابل من هنا لهنا ومنزله على الباص بتاعي. وهنا مجرد لما تتحرك يمين بتلاقي ان هو السهم قلب بقى، بص شقلبه بالمنظر ده كده اهو. ده معناه ان انت ايه، لو عايز تهز الباص كده اهو، ولو عايز تكر بيكر كده اهو عادي، بيكر عادي جدا كده اهو تمام. ولو عايزين نشده من هنا كده اهو، نشده من هنا كده اهو عادي جدا تمام. بعد لما بنحط الباص بتاعنا كده اهو، بنبدا ان احنا ننزل زي ما احنا كنا موضحين في حساباتنا بكابلاتنا للوحه دي واللوحه دي مثلا واللوحه دي اللي هي اللوحه اللي اسمها دي بي جي واف واس. فهقوم جاي من هنا كده اهو خارج بكابل اهو على اول لوحه، واللوحه ديت بتبقى بصوا بتبقى واخده حاجه اسمها اللمبد لود. الاحمال عنده يا اما مواتير اللي هي اندكشن ماشين، يا اما سيركلورنس موتور، يا اما مواتير سينكرونس، يا اما اجزاء متحركه، يا اما اجزاء ستاتيك لود يعني لايتنج بس، يا اما لمبد. لمبد ده معناها ان هي متنوعه، وده زي حالتنا اللي هو بيبقى فيها لايتنج وباور ونورمال سوكت وباور سوكت وديسكونكت سويتش. فباجي هنا كده اهو احط ادي الحمل بتاعه، وحبس برضو ان احنا نحط كده اهو الباص عشان لما نيجي نحسب الشورت سيركت عن هذا الحمل تمام. بعد كده اهو هسحب الكابل التاني ده كده اهو، احطه كده اهو اهو، وبعد كده اهو احط باص كده اسحب بالمنظر ده. بعد كده اهو اجي هنا كده اهو احط اللمبة دول بتاعي التاني. بعد كده اهو اسحب الكابل التالت اهو. بعد كده اهو ادي الباص بتاعي اهو. بعد كده اهو من هنا كده اهو ادي اللمبة لود التالت. خلاص انا كده رسمت الرسمه بتاعتي. هرجع بقى زي ما قلنا الخطوه رقم 2 ان انا هكتب الداتا على كل معده. فكل اللي هعمله ان كل معده من دول هدوس عليها دبل كليك واكتب الداتا اللي تهمني، لان طبعا هو بيسال اسئله كتيره، لان هو بيعتمد انك انت عايز تدرس المشروع من كل حاجه، من بروتكشن ومن كل حاجه ومن هارمونكس ومن مجالات بطاريات والجو ده. لا انا هدي الداتا اللي تهمني انا تمام. فاجي هنا كده اهوت على الريتنج، لازم اقول له انا هنا المشروع بتاعي كام كيلو فولت. احنا قلنا عندنا في القاهره هنا اهوت في الكهرباء التي تصل الى المحول بتصل يا اما 22 كيلو فولت يا اما 11 كيلو فولت. المناطق القديمه كلها بتتعامل بال 11 كيلو فولت، المناطق الجديده كلها بتتعامل بال 22 كيلو فولت. انت ممكن بقى عندك في دولتك تسال وزاره الكهرباء اللي انت تابع ليها وتشوف والله المشروع بتاعك ده ما دام هو هيحتاج محول، هل المشروع دوت شغال على 11 كيلو فولت ولا 22 كيلو فولت؟ دي معلومه ما اقدرش الصراحه ان انا اقول لك عليها، دي معلومه تعتمد على الدوله بتاعتك. فهنا هنملا الريتنج من هنا، لازم اقول له انا شغال على انهي كيلو فولت اللي داخل لي البرايمري بتاع المحول. طيب في برضه كونتينين اهوت بنحتاجهم من وزاره الكهرباء. الكونتين دولت ايه هم؟ دولت خاصين بالشورت سيركت وخاصين بقيمه الرياكتنس والامبيدنس بتاعت شبكه الكهرباء. كل دول العالم دلوقتي بتعمل شبكه كهرباء موحده. يعني ايه؟ يعني بيقوم جاي كده هو حاطط محولات كتيره جدا في الشبكه ومناطق توليد كتيره جدا في الشبكه، سواء نوبل انرجي او سواء مثلا توليد كهرباء عن طريق الغاز او ايا يكن، كل ده بتربط على شبكه موحده. فوزاره الكهرباء بتبقى عندها معلومه ان الشبكه ديت لو حصل عليها كلها شورت هينتج شورت سيركت قد ايه، ده خاص بالشبكه، او مقاومه بالنسبه للامبيدنس، الامبيدنس الرياكتنس على الامبيدنس بتاعت الشبكه كلها، نسبه الرياكتنس على نسبه الامبيدنس بتاعت الشبكه الكهربائيه كلها بكام. عندنا هنا في مصر لو انت شغال على ريتنج 22 بيكون الرقم دوت 750 ميجا فولت امبير، اما لو انت شغال على 11 كيلو فولت الرقم ده بيبقى 500. الاكس على الار هي نسبه الرياكتنس على نسبه الامبيدنس بتاعت الشبكه الكهربائيه بتاعتك، ودي عندنا في مصر برضه بتكون 10. بس انا يا دوبك بدي الرقم ده والرقم ده وامياك كده وات اوكي. زي ما انت شايف مجرد لما كتب هنا 22 كيلو فولت الباص على طول قرا ان في 22 كيلو فولت. ده امر طبيعي، فكده انا مش محتاج ادي للباص فولتج اي حاجه، انا محتاج بقى اخش على المحول. المحول بتاعي هنا هو لازم اجي اقول له الريتنج بتاعه بايه؟ يعني اقوم جاي كده وات قايل له والله هو خلاص بص فهم ان البرايمري بتاعه اخذ 22 كيلو فولت. بيقول لي بقى السكندري بتاعك هتطلع قد ايه؟ فهقول له والله هطلع 0.38 كيلو فولت، يعني 380 فولت تمام.
طب بالنسبة للباور ريتنج بتاعتك بالميجا فولت امبير، لو دوست عليها تتحول الى كيلو فولت امبير. والله المحول بتاعي ده احنا كنا جايبينه اظن تقريبا بكام؟ ب 800 كيلو فولت امبير بس. تمام كده. باجي هنا على الامبيدنس بتاعتي، طبعا دي الزد في المية بتاعت المحول، ودي بتفرق معاه ما دام هو هيحسب شورت سيركت، تبقى لازم تديله رقم الزد في المية بتاعتك. فيا اما انت تديها له لو انت هتجيب محول معين، لان احنا قلنا انها بتختلف من محول الى محول، يا اما تقول له والله اشتغل عليها انت، يعني انت شوف انت في اللايبراري بتاعتك انت مسجلها بكام واختارها. انا اعتقد ان احنا تقريبا لما كنا بنحسب حساباتنا في الشورت سيركت كنا مختارين الزد في المية بكام؟ ب 4.5%. تمام، تعال نبص، هو لو انت قلت له هو هيختارها كام؟ هو اختارها مثلا 5%، يعني قلت له اختارها انت بطريقتك، فهو قال لي 5%. اللايبراري اللي عنده بتقول انها 5%، عادي احنا اتفقنا انها بتختلف من محول الى محول اخر. بعد كده هو تقول له اوكي، هتلاقي ان الباص على طول بتاع السكندري هو اخد ال 380 فولت. تمام، اجي بقى على الكابلات اللي انا خارج بيها من المحول وداخل بيها على هذا الباص. انا داخل بكابلات قدرها قد ايه؟ هو بيسالك هنا سؤال، كطول الكابل بكام وهم كام كابل، ودول اهم حاجتين، طول الكابل بكام وهم كام كابل عشان يقدر يحسب لك الفويس دروب بأمر طبيعي. يعني انا مثلا الكابل دوت طوله 10 متر، فقام جاي هنا كده اهو قايل له الكابل بتاعك اهو طوله 10 متر. اما هم كام كابل، هل هم كابل واحد ولا ثلاثه ولا دي هم 3 كابلات، فاجي هنا كده اهو تقول له 3 كابلات، عايز بقى اقول له مساحتهم عشان هو يجيب لي الملي فولت على امبير على متر. هدوس هنا كده من اللايبرري، طبعا اللايبرري اي تاب محدوده شويتين. المهم طبعا اللايبرري طبعا زي ما انت شايف كده كبيره جدا، وعشان تسهل عمليه السيرش هو هنا عامل لك من هنا كده اهو جاست انك انت تدوس على الكيلو فولت يطلع لك انت عايز كام كيلو فولت. تمام، طبعا انا هنا بشتغل على من 0.6 الى 1، فانا بشيل كده اهوت السلكت اول وبقول له انا عايز 1 كيلو فولت. مع الكابل بتاعي اللي بكتبه لي في كتالوج السويدي كاتب لي 0.6 على 1، يبقى هو الكابل ده بيتحمل 1 كيلو فولت لاين تو لاين. اجي هنا كده اهوت من الطيب اقول له والله انا عايزه كبر، انا بدوس هنا رايت كليك جاست فقط، لكن بعمل رايت كليك كده اهوت وبشيل السلكت اول وبقول له على التردد بتاعي اللي هو مثلا 50 هرتز. تمام، اجي هنا على الكور بتاعي مثلا اقول له والله دوت 4 كور، هيطلع لي هنا هو مجموعه من الكابلات اهو، يعني هنا مثلا دوت كابل 4 كور والانسوليشن اكس ال بي هو ده اللي انا عايزه، ولكن هنا حاجه اسمها ماجنتيك وحاجه هنا اسمها نون ماجنتيك. هو الماجنتيك والنون ماجنتيك ده لو الكابل مسلح او غير مسلح. انا الكابل بتاعي نون ماجنتيك، يعني الكابل بتاعي غير مسلح اهو. طبعا هنا في كذا حاجه وكل واحده فيهم مختلفة في الستاندرد بتاعتها، احنا هنشتغل طبعا على اي ستاندرد منهم، لان احنا في مصر اصلا ما بنشتغلش بالستاندرد ده، احنا بنشتغل باي اي سي 60502 دي كابلاتنا يعني. هنيجي هنا كده اهوت نجيب الكابل بتاعنا 240 ونقول له كده اهوت ايه؟ اوكي، ونقول له كده اهوت اوكي، كده هو ايه؟ تمام. طيب نبدأ نشتغل على نفس هذا الموضوع في كل كابل من دول، نيجي على الكابل ده كده اهو، احنا هنا عندنا كل حمل من احمالنا الثلاثة كانوا 10 10 10، فهاجي هنا كده اهو اقول له كوندكتور واحد، الاطوال بقى بتاعتهم هي التي تختلف، يعني اول واحد اللي اسمه دي بي جي دوت كان طوله 33 متر. اجي هنا من اللايبرري اهوت واقوم جاي هنا كده، والله انا هجيب 50 هرتز، هجيب من هنا كده اهوت كبر، انا عايز الكابل بتاعي يتحمل 1 كيلو فولت، انا عايزه 4 كور، انا عايز العزل بتاعي اكس ال بي نون ماجنتيك، وهجيبه من هنا كده اهوت 10 واقول له كده اهوت اوكي اوكي. تمام، الحمل بتاعي هو هنا كان طالع بالحمل بتاع دي بي جي، اظن تقريبا احنا كنا مطلعينه بكام دي بي جي، الحمل بتاعنا كان ب حمل اللوحة اللي اسمها دي بي جي لما عملنا الديماند لود والكونكتد لود طلع لنا الحمل اعتقد تقريبا كان ب 24.5 كيلو واط.
أو 4 ولا لا 45 ونص كيلو وات، 24 ونص، 5، لا ده بالأمبير، ده بالأمبير. الكيلو وات بتاعنا كان 24 ونص ما أعتقد كيلو وات. على العموم عادي يعني، احنا لو كده مش هنقعد نجازف، افتح الكالكوليشن، افتح البانل سكادول بتاعتي واشوفها، مش هقعد اتعب نفسي معاها. ادي اهو دي بي جي ايت حملها الكلي ب 24.2. قام جاي هنا كده اهوت، فاتح هذا الموضوع اهو. من هنا مش هملى تقريبا اي حاجه، هاجي من النيم بليت اهوت. كل اللي هعمله ان انا هقول له انا شغال بايه بالظبط، يعني هو هنا بيقول لي الباور فاكتور بتاعتك بكام، وانت شغال بكيلو فولت امبير، او هتديني القيمه بالكيلو وات، او هتديها لي بايه. فاقول له والله انا حملي 80% والكيلو وات بتاعي ب 24 ونص بس. هو بقى يحسب كل حاجه، يعني هو حسب على طول كام كيلو فولت امبير، وحسب الكيلو بار، وحسب بس لا بس انا اقول له هنا ان الباور فاكتور بتاعي هو 80%. هو مصمم ياخدها بالكيلو فولت امبير. طيب احنا ممكن نقول له ان دوت 24 ونص، لا انا اقول له 24 ونص، انا عايز اداله بالكيلو وات، واقول له ده كده هو 80%. هو مصمم ان انا تمام 24 ونص، وهنا كده هو 80%. تمام كده حلو قوي. تمام. الحته اللي بيقولها لي هنا هو بيقول لي انت عندك نسبه احمال مواتير قد ايه بالنسبه للاحمال اللايتنج والباور. تمام، ده ليه؟ عشان هو هنا لما بيجيب القيمه بتاعت التيار بيجيبها قيمه اكاديميه قوي، يعني مش بيحسب الباور اكتيف باور وبس، لا بيحسب الاكتيف باور والرياكتيف باور واجمعهم جمع فيكتور وجمع سكيلر، الكلام اللي احنا كنا بناخده في الكليه ده. تمام. طيب ممكن برضه عشان ما تلخبطش نفسك تيجي تشيل كلمه طنب واحد دي، تكتب مكانها اسم اللوحه بتاعتك، يعني انت هنا دي بي جي، ممكن نغير ده ونكتب اهو دي بي اهوت داش جي، ونقول له كده اهوت اوكي بس. تمام. وبيقدروا برضه ما دام هم كل دولت زي بعضيهم، ممكن بقى نمسح الكلام ده كده اهوت خالص ديليت، ونيجي هنا ده كده اهوت ناخده ونعمل كنترول سي كنترول في كوبي اهوت، ونعمل كده اهوت ادي ليست اهو، ونزق الحاجه دي كده اهو. ونيجي هنا كده اهو برضو نسمي ده بدل هي دي بي جي 2 نسميها دي بي جي فيرست او دي بي فيرست. ونيجي هنا كده اهو سوري، نختار دولت كده اهو اهو، ادي كوبي اهو، وادي بيست اهوت، واتحرك كده اهو، احطهم من اهو كده اهو، واجي هنا طبعا لو ده لو في حاله ان كل اللوحات زي بعضيها يعني. تمام دي بي سكند بس. طيب انا كده اهو خلصت، انت كده اهو خلاص خلصت. طب دلوقتي انا عايز اعمل حساباتي، اعملها ازاي؟ هتعملها من فوق الاوت. تمام، انا اللي يهمني هنا الايقونتين دولت، اللود فولو اناليسيس و الشورت سيركت اناليسيس. اللود فلو دي اللي هنجيب من خلالها الفولت دروب، بس هنجيبه بصوره غير مباشره، هقول لك ازاي. هنيجي هنا كده اهو اهو سوري، احنا هنا مثلا بس قبل ما احسب الشورت سيركت اتاكد ان كل الكابلات في حد انا ناسيها، ده 33 متر، عشان ده هيفرق معايا في الشورت سيركت والفولت دروب. الكابل الثاني دوت بس هنغير في طوله، ده 42 متر والثالث 52 متر. بتاع الفرس دوت بس هنغير طوله، بدل ما هو 33 42 متر. وده كده اهو بدل ما هو الكابل ده بدل ما هو كده اهوت ممكن نعمل كده اهوت هنا ان جروب، بس ما عايز عشان هما بس ايه بيختارهم مع بعضيهم اهو الكابل اهو، ونقول له ده كده اهوت ب 52 متر. ندوس على كلمة كابل افضل، يعني بدوس كده اهو بيجيب لي كله مع بعضه يعني. طيب ما علينا، يبقى كده اهوت انا جبت طول الكابل ده، وده عشان ما تلخبطش ويطلع قيم مختلفه. هاجي هنا كده اهوت اهو، ادوس على كلمه لود فلو اناليسيس، واقول له هنا كده اهوت ابتدي احسب لي اللود فلو. لو في ايرور هيقول لك والله في ايرور، او لو في قيمه انت ناسيها هيقول لك في قيمه انت ناسيها، وهيقول لك هي فين. طبعا هنا اهو ما فيش الحمد لله ايه اي ايرور. بص بقى هو عمل ايه بالظبط عشان نفهم النتائج بتاعته. بص يا باشا، هو عمل الاتي، نكبر كده شويه بس ونفهم.
هو هنا قال لك انه الحمل اللي هو الفولت هنا هو 100%، تمام؟ لما هو نزل تحت هنا كده اهو من سكندري المحول، هو وصل ل 99.52%، يعني هو وقع على الكابل ده، وقع عليه فولتج دروب بما يقارن اللي هو 100% ناقص 99.52، يعني وقع عليه حوالي 0.5% اللي هو الرقم ده في المية، تمام؟ طيب لما جه ادى الكابل دوت وقع من هذه 100% الرقم اللي اسمه 98.23. يعني لو انا عايز اعرف الفولتج دروب الكلي اللي عندي اللوحه ديت بكام، هقوم قايل ال 100% اللي طلعت من المحول ناقص 98.23 هيطلع لي 1.77. يبقى هنا وقع على هذا اللوحه 1.77%. طب واللوحه ديت وقع عليها قد ايه؟ ال 100% ناقص 97.87 يبقى وقع عليها 2.13%. طب والثالثه ديت وقع عليها قد ايه؟ ال 100% ناقص 97.47 يبقى وقع عليها 2.53%. يبقى الفولج دروب اللي هنا 2.53، الفولج دروب اللي هنا 2.74، الفولج دروب اللي هنا اللي هو 2.3. تمام؟ كده فهمنا هو بيحسبها ازاي؟ طيب ده السبب اللي خلاني اقول لك قبل اي حمل حط الباص ده، قبل اي حمل حط الباص ده، لان هو ما بيطلعش نتائج دايلكس الا على الباص بس. فانت هنا كانك بتقول له احسبه لي هنا، اللي هو كانك بتقول له احسب لي الباص بتاع هذه اللوحه، فتعرف عند اللوحه ديت انا واقع مني جهد قدره قد ايه. بس سهله جدا زي ما انت شايف كده، اتفه طريقه ممكنه يعني. طيب نرجع تاني للاديت بتاعنا عشان نشوف الشورت سيركت بقى هيتحسب ازاي. بص الشورت سيركت هيتحسب ازاي؟ احنا قلنا يا جماعه ان احنا لما نشتغل على الشورت سيركت احنا لازم نكريت شورت سيركت اصلا عشان نقدر نحسب الشورت سيركت هنا بكام. فانا لما اجي اكريت هدوس هنا كده على ده واقول له هنا كده ايه؟ اعمل لي هنا شورت سيركت. يعني هاجي هنا كده اهو، المفروض ان انا اقول له هنا كده اعمل لي فولت اللي هو شورت سيركت، اعمل لي هنا كده فولت. تمام؟ عشان اعمل الفولت دوت لازم ان انا اجي اكتب موضوع الشورت سيركت اناليسيس اهو. هاجي هنا كده اهو وهقول له اعمل لي هنا كده فولت. تمام؟ لو ما دوستش كده فولت هو هيقول لك انا مش عارف انت عايز ايه بالظبط، هو هيقول لك كده. تمام؟ واجي هنا كده اهو عند الباص ده كده اهو. اهو دوس على كلمه باص ديت اهيت. واقول له هنا اعمل لي هنا كده فولت. واجي هنا عند الباص ده كده ادوس عليه كده اهوت واقول له اعمل لي هنا كده فولت، وادوس على كلمه باص دي واجي هنا كده اهو عليها اهو واقول له اعمل لي هنا كده فولت. كده انا هقدر احسب الفولت. هاجي بقى اقول له ايه؟ اقول له يا باشا اتفضل اعمل رن، اعمل لي الفولتات دي واحسبها لي بكام. لما تيجي تزوم برده هنا كده اهوت وتشوف هتلاقي ان هنا الفولت اهو طلع ب 25.5 كيلو امبير، وهنا طلع 2.1 اهي عشان بس برده تبقى النتائج واضحه ليك، وهنا كده اهوت 2.5 كيلو امبير سوري، وهنا كده اهوت 3.1 كيلو امبير. اظن تقريبا دي احنا طلعناها بنفس الرقم ده بالملي، يعني طلعت هنا. يعني لو حبينا نراجع على النتائج اللي هو مطلعها مع النتائج اللي احنا طلعناها هنلاقي نفس النتائج تقريبا. يعني لما نيجي نبص كده اهو كفولتج دروب وكشورت سيركت، حسابات الكابلات، حسابات السيركت بريكر، حسابات البوش دروب، حسابات الشورت سيركت ليفل، احنا كنا طلعنا ال 26 كيلو امبير عند الام دي بي، هنا اهو طلعها 25.5 تقريبا ما اختلفناش هو نفس الرقم، وطلعنا عند الدي بي جي 3.1 هو 3.1 كيلو امبير. بس كده انا خلصت خلاص حسابات البوش دروب، حسابات الشورت سيركت اللي خاصة بالسنجل لاين دايجرام. يبقى كده هو احنا شفنا